يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. أولى حلقات الأسبوع دايما بتكون حلقات مهمة ومليئة بالعديد والعديد من الأخبار المتنوعة على مختلف الأصعدة، بالتحديد فيما يتعلق بالصعيد المحلي، الصعيد العالمي، وكمان بعض الأخبار اللي بتخص نادينا الحبيب النادي الأهلي رغم فترة التوقف الدولي الحالي. عندنا تفاصيل كتير جدا في الحقيقة على مدار الحلقة هنتكلم فيها وهنستفيد في الحديث عنها في مختلف الجوانب، لكن دايما زي ما تعودنا دايما تواصلكم معنا بيكون مهم قوي، فبالتالي تواصلوا معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة، هو بيتعلق بمنتخب مصر، وفي رأيكم مين هو اللاعب اللي كان يستحق الانضمام لقائمة المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة والمعسكر المقبل. تواصلوا معنا من خلال الصفحات المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وإنستجرام. وفي الجزء الأخير من حلقة الترند هناخد تفاعل حضراتكم كما هو المعتاد، لكن دايما البداية بتكون بأهم وأبرز العناوين. نشوف في ترند الأهلي: كاف يحدد مباراتي الأهلي أمام المريخ وسيمبا. في الترند المحلي: جهاز المنتخب يترقب وصول المحترفين بعد إعلان القائمة. أما في الترند العالمي: جماهير ليفربول تتوقع انتقام محمد صلاح من ريال مدريد. كلام كتير مهم في مختلف الجوانب وهنتكلم فيه بكل التفاصيل، لكن خليني الأول أتكلم معكم في أهم المباريات النهاردة في جميع الدوريات أو مختلف الدوريات حول العالم، لأن في البعض لسه ما خلص مبارياته قبل التوقف الدوري. أعتقد بكرة هيكون آخر يوم في المباريات في أوروبا تحديدا. خلينا نبتدي بمباريات الدوري الإنجليزي. النهاردة مباراة وحيدة بين برايتون ونيوكاسل يونايتد، دي هتكون مباراة الساعة 10 بالليل، لسه مع انجلترا وبالتحديد كاس الاتحاد الانجليزي. مباراه اتلعبت خلاص في تمام الساعه 2:15 ظهرا ما بين بورموث وساوثامبتون، وانتهت بفوز ساوثامبتون بنتيجه 3-0. ايضا النهارده مباراه اخرى في نفس البطوله ما بين ايفرتون ومانشستر سيتي، دي هتكون الساعه 7:30، هتكون مباراه قويه بالمناسبه اكيد. يعني مباريات الدوري الاسباني: اتلتيك بلباو مع ايبار، الشوط الاول او المباراه كلها انتهت بالتعادل الايجابي 1-1. سيلتا فيجو مع ريال مدريد مباراه 5:15 هتتلعب، وهويسكا مع اوساسونا الساعه 7:30، وبلد الوليد مع اشبيليه الساعه 10. اما في الدوري الايطالي: كروتوني مع بولونيا، الشوط الاول انتهى بتقدم كروتوني بنتيجه 2-0، وسبيزيا مع كالياري الساعه 7 مساء. دي أهم المباريات في مختلف البطولات العالمية. التفاصيل كلها بالتحديد في الصعيد المحلي، وده هيكون بدايتنا النهاردة بعد الفاصل، استنوني. طيب، في موضة طالعة على مدار الأيام اللي فاتت دي، وهي الهجوم على الجهاز الفني المنتخب مصر. أنا في الحقيقة عايز أبتدي بالحديث يعني على منتخبنا الوطني الأول، لأن خلاص هو الأهم بالنسبة لنا خلال الفترة الحالية، بما أننا في التوقف الدولي، وبما أن المنتخب الوطني الأول مقبل على مباراتين مهمين جدا في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية. لكن شايفين ومتابعين تصريحات مختلفة لبعض اللاعبين اللي تم استبعادهم من قائمة المنتخب، أو لم يقع عليهم الاختيار للانضمام لقائمة المنتخب من الأساس. والتصريحات في الحقيقة بشوف إن هي مبالغ فيها بشكل كبير جدا. ليه بقى؟ لأن كل لعيب بيبقى شايف إن هو يستحق إن هو يكون متواجد في منتخب مصر، كل لعيب شايف إن هو أحسن لعيب دلوقتي موجود في الدوري، فليه ما بقاش موجود؟ وليه ما لعبش منتخب مصر؟ وليه ما يتمش اختياري؟ ويتطرق بقى لحسابات مختلفة للجهاز الفني، ويتطرق لأمور شخصية من جانب آخر، وده أمر في الحقيقة غير مطلوب إطلاقا. وخليني أكون واقعي مع حضراتكم، رغم إن ممكن يكون البعض مننا بيتفق مع الكابتن حسام البدري والبعض الآخر بيختلف مع الكابتن حسام البدري في عدد كبير جدا من الجوانب، لكن المصلحة العامة تقتضي بكل تأكيد مساندة المنتخب ودعم الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون ودعم المجموعة اللي تم اختيارها، لأن هي دي المصلحة بتاعت منتخبنا الوطني. لكن هيتم بقى الحديث من خلال بعض اللاعبين وأسرهم كمان، ودي الموضة الجديدة بقى فعلا، ان اللاعب مش هو اللي بيتكلم لوحده، اللي مش انضم اللي ما انضمش للمنتخب بيتكلم، هو اسرته بقى سواء زوجته او قريبه ولا كلام من ده، وده كلام بصراحه غريب شويه. يعني هيفضل الجدل موجود على اختيارات المنتخب الوطني ايا كان مين الجهاز الفني ومين على راس الاداره الفنيه، هيفضل على مدار التاريخ امور بنشوفها على طول. يعني
لكن المره دي في مبالغه شويه في الامر. الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون لهم كل الحق في اختيار القائمه اللي من وجهه نظرهم الفنيه هي الانسب لتنفيذ الافكار اللي بتتعلق بيهم، وبالتالي النتائج تكون في صالح منتخبنا الوطني. لكن تعالى بقى هنا نتكلم في جزئيه، هل في بعض العناصر كانت تستحق الانضمام؟ كان في. هل في بعض العناصر لا تستحق الانضمام وموجوده في المنتخب؟ ممكن، متفق معاك، مفيش مشكله خالص. لكن مين اللي بيشيل الليله في الاخر؟ الجهاز الفني، المدير الفني كمان تحديدا. سواء بقى ايه نتائجه ايجابيه فهنطلع بيه ونشيله فوق دماغنا ونشيد بيه كل الاشاده، بيحقق لنا اهدافنا كمصريين وكمحبين للكره المصريه وكمحبين للمنتخب الوطني، وفي المقابل لو النتائج سلبيه فهو اللي هيشيل الليله، هو اللي بيتحمل المسؤوليه. اذا من الافضل ان يتم الدعم وكل الدعم للجهاز الفني في اختياراته ومساندته ومساندة كل اللاعبين، عشان الهدف الاساسي بالنسبه لنا ان المنتخب يظهر بالصوره اللي احنا بنتمناها دايما، وان المنتخب بيحقق الاهداف المرجوه. لكن ان احنا ناخد طريق في اطار المهاجمه بدون اي اسباب واضحه فده في الحقيقه امر غير مطلوب خلال الفتره دي تحديدا. حتى الان الكابتن حسام بدري رغم ان هو بدايه مشواره كانت صعبه شويه مع منتخب مصر، تعادل مع كينيا وتعادل مع جزر القمر، لكن رجع بعد كده كسب توجو ذهاب واياب، المباراه المقبله مع كينيا وعندك مباراه كمان مع جزر القمر واحنا متصدرين بثمان نقاط. جزر القمر بنفس الرصيد، لكن انت ماشي بشكل كويس ودايما انت بتبقى مستني الناتج اللي في الاخر، يعني تقدر تحلل، تقدر تحط ملاحظاتك، تقدر تنتقد، ما فيش اي مشكله، اي حد ممكن ينتقد يعني. لكن في نفس الوقت لازم نبقى حاطين اطار المصلحه العامه هو الامر الاساسي والضروري اللي لازم ان احنا نبقى حاطينه قدام عينينا علشان نستنى نتائج جيده، اللي هو يعني انت تعمل كل اللي عليك في الدعم وتعمل كل اللي عليك في المسانده لمنتخب مصر، وبعد كده ايه تشوف النتيجه، على حسب النتيجه بقى تشوف هل النتيجه جيده حققت طموح المصريين فاهلا وسهلا، النتيجه سلبيه فلا يا جماعه لازم يبقى في وقفه، وده الطبيعي في كره القدم. لكن ناس كتير ممكن تتفق وتختلف مع كابتن حسام بدري، ناس كتير ممكن تتفق وتختلف مع اختياراته، ده امر موجود في الكوره وامر طبيعي، و يعني ما يؤديش اطلاقا للمهاجمه اللي احنا شايفينها المهاجمه او الهجمه الشرسه على الجهاز الفني للمنتخب الوطني. انا عايز افكر حضراتكم بالقائمه اللي اختارها الكابتن حسام البدري للمعسكر اللي هيبتدي خلاص خلال ايام قليله جدا، واستعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر. هو بدايه مختار 8 لاعبين او 8 من لاعبي النادي الاهلي، اللي هم مين؟ محمد الشناوي، محمد هاني، وعمرو السوليه، وحمدي فتحي، وايمن اشرف، وياسر ابراهيم، ومحمد مجدي قفشه. ياسر ابراهيم يستحق الانضمام بكل تاكيد بعد المستوى الرائع اللي بيقدمه على النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت. لكن اقول لحضراتكم الاسماء ككل: محمد الشناوي، محمد بسام، محمد هاني، عمر جابر، احمد حجازي، علي جبر، احمد ايمن منصور، عمرو السوليه، حمدي فتحي، محمود حسن تريزيجيه، احمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، احمد ياسر ريان، جنش، عامر، ايمن اشرف، احمد ابو الفتوح، محمود حمدي الونش، ياسر ابراهيم، محمد النني، طارق حامد، محمد صلاح، محمد فاروق، اسلام عيسى، افشه، حسام حسن، ومحمد شريف. دي القائمه اللي اختارها الكابتن حسام البدري، ان شاء الله نتمنى لهم يا رب كل التوفيق في تحقيق الاهداف المختلفه. الكابتن حسام البدري مع منتخب مصر لعب 6 مباريات رسميه، فاز في 4 واتعادل في 2 وخسر في ولا مباراه لم يتعرض لهزيمه. اعتقد يا جماعه 4 مباريات رسميه ومباراتين وديتين، اكدوا لي المعلومه بعد اذنكم زمايلي في الاعداد. لكن في كل الاحوال، في كل الاحوال كل الدعم وكل التمنيات بالتوفيق للكابتن حسام البدري. لكن في نقطه هنا كمان مهمه وهي تتعلق باللاعبين المحترفين، وكلام كتير جدا بخصوص هل هيوصلوا ينضموا للمنتخب ولا لا. واحنا عارفين ان الفيفا يعني طبقا للوائحه مدي الاحقيه للانديه في اتخاذ قرارات بعدم سفر بعض اللاعبين الدوليين اللي عندهم في قائمتهم بسبب فيروس كورونا. لكن حتى الان، حتى الان ولحد اللحظه اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم، من المؤكد وبنسبه كبيره ان محمد صلاح هيكون موجود، تريزيجيه هيكون موجود، عنده ماتش بكره مع استون فيلا ضد توتنهام في الدوري الانجليزي، هيخلص الماتش ويكون موجود، ده بنسبه كبيره بتكلم لحد هذه اللحظه اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم. احمد حجازي موقفه صعب شويه باللحاق بمنتخب مصر، وده بسبب
اصرار فريق اتحاد جده انه ما يصفرش حجازي وينضم للمنتخب، ويعني اقترحوا اقتراح انا شايفه غريب شويه ان حجازي يسافر، هم يسافروا مباشره من هناك من السعوديه، يجي على الماتش يلعب من غير ولا تمرين مع المنتخب، يخلص الماتش يرجع على هناك. بالمناسبه حجازي كان بيلعب مباراه خلال اللحظات اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم او منذ قليل، وطرد في هذه المباراه، تلقى الكارت الاحمر في الدوري السعودي. مصطفى محمد اتحرك زمان، وصل خلاص لمصر عشان ينضم لمعسكر المنتخب. فالامور ماشيه بشكل جيد الى حد ما. عندنا كمان مين من المحترفين، النني هيكون موجود ان شاء الله، كوكا مصاب للاسف مش هيكون متواجد مع منتخب مصر، حظه سيء دايما كوكا مع المنتخب بسبب ان احنا بنشوف مستويات عظيمه قوي من كوكا مع الانديه المختلفه، سواء لما كان بيلعب في البرتغال او لما حتى بيلعب دلوقتي في اولمبياكوس اليوناني، بيأدي بشكل اكثر من رائع، فكان الناتج كنا نتمنى نشوفه مع منتخب مصر، دايما بنشوف انه ما بيأديش بالشكل المميز. كانت فرصه بالنسبه لي نكون متواجد المره دي عشان نشوف المستوى الرائع اللي وصل له احمد حسن كوكا، لكن هو حظه وحش شويه، ان شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل. خليني اكد على المعلومه ان طبعا الكابتن حسام بدري لعب اربع مباريات رسميه وماتشين وديين، و فاز في اربع مباريات وتعادل في اثنين، الماتشين الوديين كانوا مع بوتسوانا وليبيريا. طيب دي جزئيه من ضمن الجزئيات الهامه جدا اللي حبيت ابتدي فيها مع حضراتكم في هذه الحلقه. خلينا كمان نروح للمنتخب الاولمبي، والمنتخب الاولمبي ايضا بيستعد لبعض المباريات الهامه. هقول لحضراتكم قائمه المنتخب الاولمبي اللي اختارها الكابتن شوقي غريب، واللي في الحقيقه محقق كل اللي مطلوب منه على مدار الفترات اللي فاتت والبطولات المختلفه اللي شارك فيها مع منتخب الاولمبي، وبالتحديد البطوله الافريقيه اللي كانت على ارضنا هنا في مصر واللي قدر يحققها باداء اكثر من رائع وبروح عاليه كمان جدا، وده كان مهم قوي. فبالتالي كابتن شوقي غريب اختار كل من عمر رضوان حارس المستقبل في الحقيقه، محمد صبحي، مصطفى شوبير، احمد رمضان بيكم من الاهلي، محمود الجزار، عبد الغني محمد، حسن علي، العربي بدر، معار الاهلي للجونه، احمد هاني، امام عاشور، احمد سعيد، محمود نبيل، عبده يحيى، ابراهيم عادل، محمود جاد، عمر صلاح، اسامه جلال، محمود مرعي، محمد عبد المنعم، وده ايضا معار الاهلي لسموحه، كريم فؤاد، احمد عيد، عمار حمدي ايضا معار من الاهلي، اكرم توفيق لاعب النادي الاهلي، يوسف الجهري، احمد الندري، وفوزي الحناوي ايضا معار من الاهلي الاتحاد، ناصر منسي، وفادي فريد، واحمد عبد القادر اللي بيأدي موسم كويس جدا كمان مع سموحه ومعار ايضا من النادي الاهلي، بالاضافه لصلاح محسن لاعب الفريق، وايضا اسامه فيصل وطاهر محمد طاهر نجم النادي الاهلي. فايضا الكابتن شوقي غريب واضح ان هو ماشي باسس معينه، وهي بتتعلق باهميه انك تكون متواجد في ارضيه الملعب وبتشارك مع فريقك عشان تكون متواجد معايا في منتخب مصر الاولمبي. في تصريحات للكابتن شوقي غريب واللي بيتكلم فيها بيتطرق فيها لاحتماليه استدعاء محمد صلاح في قائمة المنتخب في الأولمبياد، وده أمر ضروري ولا بد منه. يعني أنت لما يكون عندك نجم كبير زي محمد صلاح وهتشارك في أولمبياد، حاجة كبيرة جدا جدا، طبيعي أن أنت هتعمل كل اللي أنت تقدر عليه عشان محمد يكون موجود معاك لعيب بالقيمة دي. فبالتالي هو قال إيه؟ قال لدي كل الاحتمالات لانضمام محمد صلاح للأولمبياد، ولا أحد يختلف على قيمته وشرف لأي لاعب المشاركة في الأولمبياد، البطولة الثانية بعد كأس العالم، واحنا لسنا اصحاب القرار فقط، فهناك طرف اخر اللي هو ليفربول، لكن المؤكد ان هو هيسعى بكل تاكيد لانتداب محمد صلاح في قائمه المنتخب الاولمبي، وده امر اكيد هيكون مهم جدا بالنسبه لمنتخبنا الوطني الاولمبي. دي اهم وابرز الاخبار وابرز الامور اللي بتتعلق سواء بالمنتخب الوطني الاول او المنتخب الوطني الاولمبي، اللي بنتمنى لهم كل التوفيق. وعايز اعيد واكد ان الدعم، كل الدعم للجهازين الفنيين سواء المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي، وان شاء الله باذن الله يفرحوا كل المصريين من خلال انتصارات مقبله تكون مهمه. انا هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل عندنا كلام بقى بيتعلق بالنادي الاهلي واخر الاخبار، استنونا بعد الفاصل. طيب الاهلي واخر الاخبار اللي بتتعلق بالفريق الاول لكره القدم، وممكن يكون البعض متخيل ان الاهلي في فتره راحه، لكن ده مش حقيقي بدليل تواجد عدد من لاعبي الاهلي وعدد كبير في الحقيقه، سواء في المنتخب الاول 8 او في المنتخب الاولمبي اعتقد 5 موجودين من النادي الاهلي يعني. فبالتالي ما فيش راحه بالنسبه للاعبي الفريق، لكن في كل الاحوال الاهلي ختم
الفترة الماضية على أكمل وجه وبشكل أكثر من رائع من خلال الفوز على فيتا كلوب هناك في الكونغو، لأول مرة في تاريخ أي نادي مصري يكسب هناك في الكونغو بعد عدد كبير من المباريات. الأهلي هو كان السباق في الجزئية دي، وكمان فوز غالي قوي لأنك بعد ما كان موقفك ابتدى يتأزم قدرت أن أنت تعدل موقفك، وكمان بقيت قريب جدا من التأهل للأدوار المقبلة ببطولة دوري أبطال أفريقيا. كنا دايما بنراهن على شخصية النادي الأهلي وشخصية اللاعبين، دايما الأهلي في المواقف الصعبة دي، وإحنا قبل المباراة ادينا لحضراتكم أمثلة كتير لمواقف صعبة مرت على الفريق وقدر الأهلي يتعامل معها وقدر أن هو يتجاوزها، وبالتحديد لمعظمها يعني معظم هذه المواقف عشان أكون واقعي وصريح مع حضراتكم يعني. لكن شخصية الأهلي هي اللي بتفرق، وشخصية الأهلي هي الرهان الدائم في أنك تحقق المراد والمطلوب. دايما رجالة النادي الأهلي بيكونوا موجودين في الميعاد، المطلوب بس، المطلوب بس أن احنا مش عايزين نحط نفسنا في أو نحط ضغوط على نفسنا أن احنا نوصل الفرقة للمرحلة الصعبة دي. والرسالة للاعبين والجهاز الفني، كان من الممكن جدا ان احنا يبقى عندنا اريحية اكثر بما انك تكسب المباراة اللي كانت على ارضك، وفي الحقيقة ما كانش فيه توفيق خالص والفريق عمل كل اللي عليه، لكن كان مفروض تستغل بعض الفرص وكمان تكسب مباراة الاياب فانت تكون خلاص صعدت رسمي. المنافسة دلوقتي على انك تتأهل كأول مجموعة. لكن بما اننا بنتكلم على مشوار النادي الاهلي الافريقي وبتحديد في دوري ابطال افريقيا، هذه البطوله الغاليه اللي بيدافع عنها النادي الاهلي بكل قوه، وفي امال وطموحات كبيره جدا عند اللاعبين ان هم يفوزوا باللقب العاشر في تاريخ النادي الاهلي من خلال هذا الموسم. الاهلي عنده المباريات المتبقيه، هقول لحضراتكم موعدها بالظبط بحكام هذه المباريات. كمان المباراه المقبله في دوري ابطال افريقيا هتكون ما بين المريخ والاهلي في السودان، ودي مباراة هتكون يوم 3 ابريل الساعة كام؟ الساعة 3 العصر. كنا خايفين شوية من موضوع 3 العصر، كنا بنتكلم على ان لاعيبة النادي الاهلي دايما التوقيت ده بيكون صعب عليهم، او مش لاعيبة الاهلي بس، لا لاعيبة الكرة المصرية بشكل عام مش متعودين ان احنا نلعب الساعة 3، كان من ده بالتحديد للفرق الكبيرة، لان في بعض الاندية في الدوري المصري بيلعبوا الساعة 2:30 و3 وكلام من ده. لكن في كل الاحوال بعد الانتصار الكبير على فيتا كلوب الساعة 3 في اجواء كانت صعبة، فانت خلاص بقى خدت على الاجواء دي وانت اصلا واخد عليها بصراحه، لكن قدرت كمان تكسب فيها فكسرت العقده دي بشكل مميز. فبالتالي انت هتلعب المريخ هناك في السودان الساعه 3 العصر ان شاء الله، الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. يوم 3 ابريل هيكون الحكم بملك تسيمه الحكم الاثيوبي الشهير. طيب كمان هيبقى عندك مباراه اخرى متبقيه، وفي الحقيقه مباراتين حاسمتين جدا بالنسبه للنادي الاهلي في اطار السعي نحو الوصول لصدارة المجموعة، وبإذن الله الأهلي يوصل لهذه الصدارة رغم أن أنت في مناسبات كتيرة جدا في بطولة دوري أبطال أفريقيا كنت بتطلع التاني وبتاخد البطولة برضو، مش مقياس خالص أنك أول أو تاني، لكن مهم أوي أن أنت تحاول دايما تبقى الأول، وده اللي متعود عليه النادي الأهلي حتى لو في مجموعة خاصة بالمنافسة في البطولة. المباراة الثانية الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 9 ابريل الساعة 9 بالليل، ودي هتكون في القاهرة بإذن الله. حكم المباراة طبعا مصطفى غربال الحكم الشهير واللي حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا نهائي القرن ما بين الأهلي والزمالك، هذا النهائي الذي لن ينسى على الإطلاق بالنسبة لكل الأهلوية، وهدف أفشة الشهير. مش عايزين طبعا ننسى هدف عمرو سلية، لان اكيد هدف عمرو سلية الاولاني كان ليه دور كبير جدا في هذا الانتصار الغالي. لكن مصطفى غربال هو اللي هيكون طبعا حكم هذه مباراة الأهلي وسيمبا. في إطار الحديث عن المنافسة في المجموعة، فبالتالي خليني أتكلم مع حضراتكم إن الصراع مستمر، وبعد الوقعة اللي احنا عرفناها قبل مباراة سيمبا والمريخ هناك في تنزانيا وإعلان إصابة 8 لاعبين من المريخ بفيروس كورونا، بالتالي تم استبعادهم من هذه المباراة. بعد أو قبل ما يسافر فريق المريخ عشان يرجع السودان عملوا مسحة، والمسحة طلعت سلبية للثمانية، فالمريخ والمسؤولين هناك شككوا، قال لك يا جماعة إيه اللي بيحصل ده؟ هم الأول لما الثمانية طلعوا إيجابي قال لك لا إحنا شاكين في الموضوع ده، الناس سليمة والناس زي الفل وإحنا عاملين مساحات قبل ما نيجي والدنيا تمام. لما المباراة اتلعبت من غير الثمانية دول وطلع إن عينتهم سلبية فبقى في شكوك في الأمر، فبالتالي المريخ قدم شكوى للكاف. إيه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية؟ أكيد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هينظر في هذه الشكوى وهيحقق فيها، ولو خلي بالك لو ثبت إن فعلا المساحات دي تم التلاعب فيها ده أمر خطير جدا، هيبقى في قرارات قاسية بكل تأكيد على فريق سيمبا التنزاني قد تصل للاستبعاد من البطولة، قد تصل للاستبعاد. ده هيكون مترتب على إيه؟ مترتب على تحقيق الكاف في القضية، وهيكون مترتب على لو ثبت
ان الكلام فعلا كان فيه تلاعب. هنشوف ايه اللي هيحصل. الكلام ده ممكن يغير ترتيب المجموعه بشكل كبير، لكن الاهلي بعيد عن الموقف ده، الاهلي مركز في هدفه، والاهلي عارف ايه المطلوب خلال الفتره الجايه وهيشتغل عليه بمنتهى القوه بعد انتهاء طبعا التوقف الدولي. دي كانت اهم وابرز الامور اللي بتتعلق بالنادي الاهلي. بكره ان شاء الله باذن الله هجيب لكم بعض التفاصيل اللي بتتعلق ببعض اللاعبين المصابين في قائمه النادي الاهلي، سواء الاصابات الطويله او الاصابات القصيره، عشان اقول لكم كل الجوانب الهامه جدا اللي بيهتم بيها كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. هروح لفاصل سريع وبعد الفاصل مكملين في حلقه الترند. يلا بينا. رغم التوقف الدولي لكن اكيد في اخبار بتكون على النادي الاهلي دايما، وده اللي هنتابعه من خلال ترند الاهلي دلوقتي وبالتحديد على الحسابات الرسميه المختلفه على السوشيال ميديا. نبتدي بحساب الاهلي الرسمي على فيسبوك واللي بيشيد كل الاشاده بمحمد مجدي قفشه، احد ابرز نجوم النادي الاهلي، وبالتحديد في المباراه الاخيره امام فيتا كلوب اللي احرز فيها هدف اكثر من رائع واللي فاز بهدف الجوله. أداء رائع من محمد مجدي قفشة في مباراة فيتا ليستحق لقب لاعب الجولة الرابعة في دوري المجموعات أو دور المجموعات عن جدارة واستحقاق. يستحق في الحقيقة قفشة، عمل مباراة كبيرة. لكن لسه احنا مع قفشة وبالتحديد من حساب يلا كورة على تويتر، واللي بيقول ان محمد مجدي قفشة هو افضل لاعب في الاسبوع حسب اختيار جمهور يلا كورة، وده استفتاء كان عمله موقع يلا كورة، ونتيجة الاستفتاء كانت ان محمد مجدي قفشة هو افضل لاعب في الاسبوع. يستحق في الحقيقة قفشة، من اللاعبين والعناصر التي لا غنى عنها في الحقيقة. خلينا كمان نروح لنجم اخر نجوم النادي الاهلي، ومن خلال ايضا حساب يلا كورة على تويتر، واللي بيقول من خلاله ان محمد الشناوي هو افضل حارس في الاسبوع حسب اختيار جمهور يلا كورة. واضح ان جمهور يلا كورة طبعا حاطط في اعتباراته الانتصار التاريخي والهام جدا للنادي الاهلي من نتيجه كبيره 3-0 على فريق فيتا كلوب، فكان من الطبيعي والمنطقي ان نجوم النادي الاهلي هم اللي يتصدروا نتائج الاستفتاءات المختلفه. خلينا كمان نروح لحساب في الجول على تويتر، واللي بيتكلم على ان قبل التوقف الدولي نستعرض لكم اقوى خطوط الهجوم في الدوري المصري حتى الان. الاهلي والزمالك يمتلكان اقوى خط هجوم ب 23 هدف. الفرقتين كل فرق جاب 23 هدف، لكن الاهلي ليه مباريات مؤجله ان شاء الله خلالها الاهلي يقدر يحرز العديد من الاهداف، فبالتالي هو اللي يكون اقوى خط هجومه. مش هتكون حاجه جديده على النادي الاهلي، لكن المنافسه اكيد يا جماعه مستمره طبعا مع فريق كبير زي فريق نادي الزمالك على بطوله الدوري. الوطن الرياضي وفي الحقيقه من خلال حسابهم على فيسبوك بيتكلموا في نقطه مهمه قوي، مش عارف ممكن يكون مش وقتها او ممكن يكون عشان فيش اخبار كتير بتتعلق بالفرقه، فبالتالي نحاول نخلق بعض من اللغط على بعض عناصر الفريق. فهو هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك اجاييه يضع الاهلي في ورطه قبل نهايه الموسم. لما قريت متن الخبر قبل الحلقه قال لك اصل كان معمول حساب ان اجاييه مستواه متراجع قبل ما يرجع من الاصابه، فكان في قرار ان اجاييه هيمشي ونجيب لعيب اجنبي مكانه. هل ده كلام ممكن يكون منطقي؟ ممكن البعض ياخده في الإطار المنطقية شوية بما أن مستوى أجاي كان متراجع نسبيا، لكن ما الأهلي كان قدامه فرصة أنه ممكن يجيب لعيب على حساب أجاي وهو مصاب وقبل كأس العالم للأندية. طب الأهلي ما عملش كده ليه؟ لأنه كان واثق كل ثقة في إمكانيات لاعب بقدرات أجاي، وثقة النادي الأهلي كانت في محلها. لما رجع اللاعب قدر أنه هو يقدم مستويات أكثر من رائعة وأكد جودته وأهميته داخل القلعة الحمراء. هل لو انت عايز تجيب لعيب اجنبي اخر هتقعد كمسؤول في النادي الاهلي او كواحد من جماهير النادي الاهلي تتمنى ان يكون لعيب في قائمتك بيشارك في مختلف المباريات ومختلف البطولات وبينافس بمنتهى القوه وانت محتاجه هتتمنى ان هو يظهر بمستوى سيء عشان تجيب لعيب مكانه؟ طبعا لا، ليست هذه ثقافه جمهور النادي الاهلي ولا ثقافه المسؤولين في النادي الاهلي ولا طريقه تفكيرهم اطلاقا. نتمنى كل اللاعبين الاجانب يكونوا موفقين مع النادي الاهلي، لان هو ده الهدف الاساسي، لان هم عناصر مهمه جدا باذن الله باذن الله دايما ترجح كفه النادي الاهلي في مختلف البطولات. ده فيما يتعلق بهذا الخبر. خلينا كمان نروح للاهرام على تويتر، واللي بيتكلموا على ان مصاب والاهلي ينتظمون في برامجهم العلاجيه بتعليمات موسيماني. طبيعي جدا اي حد عنده اصابه عنده بعض البرامج العلاجيه اللي بيقوم بيها خلال الفتره الحاليه عشان يتم تجهيزه تحسبا للحاقه بعوده الفريق للتدريبات ومن ثم المشاركه في المباريات مع الفريق طبقا رؤيه الرؤيه الفنيه للجهاز الفني وبالتحديد مستر بيتسو موسيماني. لكن انا باذن الله بكره هجيب لكم كل التفاصيل اللي بتتعلق بكل الاصابات الخاصه بلاعبي النادي الاهلي
في منهم اقترب من العودة وفي منهم لسه قدامه شوية. ده فيما يتعلق بهذا الخبر، وده كمان كان ترند النادي الأهلي وأبرز الأمور اللي تم الحديث عنها في السوشيال ميديا عن فريق الأهلي. هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل، وعندنا فقرة عالمية مهمة جدا، وكمان عندنا تفاعل حضراتكم على سؤال الحلقة الخاص بمنتخب مصر ومن اللاعب اللي كان يستحق الانضمام للمنتخب بداية من معسكر الغد بعد ما تم الإعلان عن قائمة المنتخب. ما تنسوش تشاركوا معنا على الصفحات المختلفة، وهناخد أكيد في الجزء الأخير تفاعل حضراتكم. يلا بينا. بما اننا هنبتدي الترند العالمي فلازم ابتدي بنجمنا المصري محمد صلاح اللي دايما مشرفنا في الحقيقه، والكلام كتر قوي بعد قرعه امبارح، قرعه دور الثمانيه من بطوله دوري ابطال اوروبا، واللي اسفرت على مواجهه مرتقبه ما بين ريال مدريد وليفربول وتكرار لنهائي تشامبيونز ليج في 2018 على ما اتذكر، وكان نهائي شهد إصابة محمد صلاح في كتفه بعد تدخل عنيف من سيرجيو راموس، وناس خدت المباراة في إطار الثأر على المستوى الفردي من خلال صلاح تجاه راموس. في الحقيقة لو صلاح فكر، وأنا واثق جدا في عقلية محمد صلاح، أكيد مش هيبقى نازل الماتش ده عشان ينتقم من راموس أو يحاول يعرضه لإصابة أو كلام من ده. الكلام ده مش في الكورة، هو لو فكر بالطريقة دي فهو هيكون الخاسر الأكبر من هذه المباراة، ومش هيأدي بالشكل المطلوب إطلاقا، فبالتالي هيأثر على فرقته، وبالتالي ممكن جدا يخرجه يعني. فأنا عايز أعرض لحضراتكم الصور اللي نزلها الحساب الرسمي لليفربول على السوشيال ميديا، وهم يعني إيه مركزين قوي على محمد صلاح في الصور دي، وبيبين لك قد ايه قوه محمد صلاح المطلقه في التدريبات، بالتحديد التدريبات اللي ممكن تكون بتتعلق بالكتف او بتؤثر بشكل او باخر على العضلات في كتف محمد صلاح يعني. وبيوريك وفي اشاره لان محمد صلاح الى ان محمد صلاح جاهز جدا جدا للمواجهه المرتقبه امام ريال مدريد، الماتشين طبعا يوم 6 ويوم 13 ما بين الفرقتين. فاحنا اهو احنا جامدين قوي ما شاء الله علينا، محمد صلاح ربنا يحميه، راموس بقى اي حاجه كده او كده لا، هنعرف نتعامل، هنعرف نقدم مباراه كبيره ان شاء الله. رغم ان الواحد ممكن يكون بيشجع ريال مدريد، بس دايما الواحد بيبقى متعاطف مع ابن بلده محمد صلاح، ربنا يوفقه في المباراه دي يعني، ونتمنى ان هم كمان يفوزوا بالتشامبيونز ليج، لان هي البطوله الوحيده دلوقتي اللي بينافسوا عليها هذا الموسم بعد ابتعادهم بشكل تام عن المنافسه على بطوله الدوري الانجليزي. خلينا بقى نبتدي كمان الحديث بشكل مفصل اكتر بخصوص الترند العالمي والحديث في كل الاعلام الاوروبي والعالمي تحديدا على المواجهه الخاصه بصلاح وسيرجيو راموس من خلال مباراتي ريال مدريد وبرشلونه. حساب الديلي ميل على تويتر وقال ان جماهير ليفربول تتوقع انتقام محمد صلاح نجم الفريق من الاسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد بعد ما اسفرت قرعه دور الثمانيه بدوري الابطال عن مواجهه الفرقتين. واحنا عارفين ان محمد صلاح طبعا كان خرج بشكل مبكر في النهائي بعد الصور اللي حضراتكم شايفينها دي واللي ادت لاصابه محمد صلاح، وكان قبل كاس العالم في روسيا، وكان مشاركه بعد غياب المنتخب مصر. لكن زي ما قلت لحضراتكم لو صلاح فكر بالطريقه دي فهو اللي هيكون خسران. لا، هو اكيد صلاح بيفكر بشكل احترافي جدا، دي مواجهه كانت في الماضي، انت لازم تركز في المواجهه اللي قدامك دلوقتي اللي تحت رجليك، ازاي تتخطاها وازاي تقدر تتغلب على فريق ليفربول او عفوا على فريق ريال مدريد، وازاي تقدر تفوز في المنافسه الفرديه داخل الملعب على لاعب كبير بحجم سيرجيو راموس احد ابرز مدافعي العالم. خلينا كمان نروح لخبر اخر، وده من خلال حساب صان على تويتر واللي نشر تصريحات للبرازيلي روبرتو كارلوس، طبعا النجم الشهير والظهير الايسر العالمي والتاريخي لريال مدريد، واللي قال ان محمد صلاح لن يسعى للانتقام من سيرجيو راموس خلال المواجهات المرتقبه بين الفريقين في دوري ابطال اوروبا. اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي لقطات من القرعه امبارح، ونتائجها طبعا كلنا عرفناها، مباريات قويه ومهمه، بورتو هيلعب تشيلسي، مواجهه كمان هتبقى غايه في القوه ما بين بايرن ميونخ وايضا باريس سان جيرمان، واعتقد هي دي اقوى مواجهه بجانب طبعا مواجهه ليفربول وريال مدريد، ايضا مواجهه قويه.
بورسيا دورتموند كمان هيلعب. فكروني يا جماعه بورسيا دورتموند هيلعب مين من ضمن المباريات ايضا اللي هتكون مهمه؟ هيلعب مانشستر سيتي، مباراه ايضا قويه جدا، مواجهه مرتقبه ما بين اولاند وما بين فريق مانشستر سيتي ككل. اولاند هو النجم الابرز في بورسيا دورتموند، والحديث بالمناسبه عليه كتير قوي، سواء بقى رايح ريال مدريد او برشلونه، كلام كتير قوي بخصوصه، وناس تقول لك رغبته هنا وناس تقول لك رغبته هنا، وده اللي هنشوفه في الصيف اللي جاي وازاي دورتموند هيتعامل في الجزئيه دي تحديدا. لكن هالاند هو النجم الابرز في بورسيا دورتموند. لما تيجي تبص بقى على مانشستر سيتي في المواجهه دي هتلاقي كل الفرقه نجوم وكل الفرقه لعيبه مهمين جدا. مباراه ايضا هتكون مباراه قويه. هو دايما دور الثمانيه وربع النهائي من دوري ابطال اوروبا بيمتاز بالقوه والنديه والمتعه والاثاره، ده امر مؤكد. طيب خلينا كمان نروح لخبر اخر، وهو بيتعلق بحساب الديلي ميل على تويتر، واللي بيقول ان لاعبي توتنهام يشعرون بالاستياء من تكتيكات جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق، والتي لا تتواكب مع كره القدم الحديثه على حد تعبيرهم. انا على المستوى الشخصي انا بحب مورينيو، يعني بشوف ان هو مدرب مميز ومختلف، ممكن مش عارف يواكب التطورات في كره القدم، او ممكن يكون هو مقتنع بفكر ما في دماغه، والفكر ده اللي ادى لفوزه بعدد كبير جدا من الالقاب مع مختلف الانديه في الماضي، لكن في الحاضر مش عارف لسه يحقق حاجه. مستواه وادارته الفنيه لفريق توتنهام متذبذبه بشكل كبير، في بعض المباريات نلاقيه بيحقق 3 و4 انتصارات ورا بعض، والبعض الاخر بنلاقي هزايم متتاليه بالنسبه لمورينيو. لكن هنا بيتكلموا في جزئيه، وعلى حسب طبعا صحيفه الديلي ميل، بيقولوا انه اذا لم يتواجد الفريق في المراكز الاربعه في الدوري الانجليزي مع نهايه الموسم هيتم او هتتم اقاله جوزيه مورينيو. هيبقى امر طبيعي ساعتها، يعني انت مش هتتاهل لاي بطوله اوروبيه، فبالتالي خلاص مورينيو هنشوف واحد يقدر يحقق لنا الطموح، خصوصا ان توتنهام وصلوا لنهائي التشامبيونز ليج امام ليفربول وخسروه، فوصلوا يعني لاماكن بعيده. كان مدير الفني بوكيتينو طبعا المدير الفني الارجنتيني والمدير الفني الحالي للفريق باريس سان جيرمان، فخلاص هم عايزين يفضلوا في المنطقه دي بالنسبه لفريق توتنهام. لكن ايه اللي هيحصل هنشوف مع نهايه الموسم، لكن اعتقد هيبقى صعب جدا ان هم يقيلوا جوزيه مورينيو في الفتره الحاليه، لان لسه المنافسات مستمره. لكن خلينا نروح لحساب جول على تويتر، واللي بيقول بشكل رسمي ان رابطه الدوري الايطالي تختار كريستيانو رونالدو كافضل لاعب في دوري الايطالي عن الموسم المنصرم. ومين غير رونالدو هناك في ايطاليا هيكون افضل لاعب؟ يعني رونالدو احد ابرز اللاعبين في تاريخ كره القدم بشكل عام، لاعب ارقامه عظيمه، لاعب جاب 700 وشويه جون في تاريخه، يعني ارقام غريبه وبيكسر في الارقام. ماشي، الراجل هو هدفه انه يكسر في الارقام. بالمناسبه الحديث عن رونالدو هيفضل مستمر خلال الفتره اللي جايه بخصوص مدى امكانيه عودته لريال مدريد خلال الموسم الجديد، واللي خلى كمان الاحتماليه تكون كبيره ان زيدان ما نفاش الاهتمام بعوده كريستيانو رونالدو. زين الدين زيدان طبعا مدير فني لريال مدريد، وقرار رحيل رونالدو اصلا كان قرار في الحقيقه خاطئ، كان لازم رونالدو يكمل في كل الاحوال، لكن هي دي كره القدم. طيب خلينا كمان نروح لحساب جول على تويتر، واللي بيقول ان تصريحات لوكيل البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان اشارت الى ان نيمار سيلعب الموسم المقبل بجوار مين بقى؟ بجوار ميسي. طب هنا السؤال، هيلعب جنب ميسي فين؟ في باريس سان جيرمان، يعني ميسي هو اللي يروح باريس سان جيرمان ولا امبابي، او عفوا نيمار هو اللي يروح برشلونه؟ الراجل بياكد ان نيمار هيرجع برشلونه، وخصوصا مع تواجد خوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونه، فبالتالي الفرص بتزيد بالنسبه لنيمار ان هو يعود. ونيمار احنا عارفين رغبته بالتحديد الموسم الماضي ان هو كان حابب انه يرجع عشان يكون متواجد مع فريق برشلونه. برضو هنتابع ونشوف ايه اللي ممكن يحصل في الجزئيه دي تحديدا. خلينا كمان نكمل الاخبار العالميه ونروح ل طبعا حساب سي ان ان، او عفوا حساب اي بي ال وورد على تويتر، واللي بيقول ان باريس سان جيرمان سيعرضون على كيليان امبابي راتب سنوي يقدر بكام بقى؟ ب 25 مليون باوند لاقناعه بالتجديد عقده مع الفريق. احنا عارفين في اهتمام كبير طبعا طبعا يعني من ريال مدريد بامبابي، وفي اهتمام من ليفربول بنفس اللاعب، واكيد برشلونه اعتقد هيفكروا في امبابي يعني. لكن هنا اللي بيشتغل عليه فريق باريس سان جيرمان وملاك النادي ان هم يعملوا ايه؟ يدوا راتب كبير قوي لامبابي يغريه انه يفضل موجود، ويصعب الماموريه على اي نادي يرغب في التعاقد مع اللاعب ان هو يديله نفس الراتب المعروض من باريس سان جيرمان، فبالتالي يبقى عندهم الفرص اعلى
في الحفاظ على كيليان امبابي، احد ابرز لاعبي العالم بكل تاكيد خلال الفتره الحاليه. خلينا نروح للخبر الاخير كمان في الترند العالمي، وهو بيتعلق بحساب سي ان ان على تويتر، واللي بيقول ان اللجنه المنظمه للالعاب الاولمبيه طوكيو 2020 قررت رسميا عدم السماح للجماهير بدخول اليابان لحضور الاولمبياد، وده امر طبعا تم الاعلان عنه بشكل رسمي. وكمان كل اللجان اللي بتتعلق بهذا الحدث الكبير هتكون مكونه من عناصر يابانيه فقط. متعودين دايما ان الاولمبياد دايما بيكون في شباب متطوعين من مختلف انحاء العالم، لكن بسبب الظروف الحاليه وبسبب كورونا فهيتم الاعتماد على طبعا المتطوعين من داخل اليابان فقط. دي كانت بعض الاخبار العالميه. سريعا بقى خليني اخد تفاعل حضراتكم معانا على سؤال الحلقه، وهو في رايكم كمين اللاعب اللي يستحق الانضمام لمنتخب مصر في المعسكر اللي هتبتدي بكره؟ محمد لبيب قال لك عبد المنصف واحمد سمير، ماشي. محمود حسن قال حسين الشحات، تمام. كمان احمد قال اللي يستحق الانضمام للمنتخب عمرو جمال ورامي صبري مدافع انبي. كمان عمرو السايح قال رامي صبري لاعب انبي. خلينا كمان نروح لاحمد مصطفى قال محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجله، سيد سالم لاعب الاتحاد السكندري، واتمنى من الجهاز الفني المنتخب الوطني الظهور في دوري الدرجه الثانيه، في مواهب كتير جدا ان هم يتابعوا طبعا دوري الدرجه الثانيه، ممكن يفكر في الجزئيه دي، ومفروض ان هي اصلا تكون موجوده بالنسبه لعناصر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الاول، اللي بنتمنى لهم كل التوفيق في كل الاحوال. دي كانت تفاعلات حضراتكم، ودي كمان كانت حلقتنا من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج. استنونا، الى اللقاء. بما اننا هنبتدي الترند العالمي فلازم ابتدي بنجمنا المصري محمد صلاح، اللي دايما مشرفنا في الحقيقه. الكلام كتر قوي بعد قرعه امبارح، قرعه دور الثمانيه من بطوله دوري ابطال اوروبا، واللي اسفرت على مواجهه مرتقبه ما بين ريال مدريد وليفربول وتكرار لنهائي تشامبيونز ليج في 2018 على ما اتذكر، وكان نهائي شهد اصابه محمد صلاح في كتفه بعد تدخل عنيف من سيرجيو راموس، وناس خدت المباراه في اطار الثار على المستوى الفردي من خلال صلاح تجاه راموس. في الحقيقه لو صلاح فكر، وانا واثق جدا في عقليه محمد صلاح، اكيد مش هيبقى نازل الماتش ده عشان ينتقم من راموس او يحاول يعرضه للاصابه او كلام من ده. الكلام ده مش في الكوره، هو لو فكر بالطريقه دي فهو هيكون الخاسر الاكبر من هذه المباراه، ومش هيأدي بالشكل المطلوب اطلاقا، فبالتالي هيأثر على فرقته، وبالتالي ممكن جدا يخرجوا يعني. فانا عايز اعرض لحضراتكم الصور اللي نزلها الحساب الرسمي لليفربول على السوشيال ميديا، وهم يعني يعني ايه مركزين قوي على محمد صلاح في الصور دي، وبيبين لك قد ايه قوه محمد صلاح المطلقه في التدريبات، بتحديد التدريبات اللي ممكن تكون بتتعلق بالكتف او بتؤثر بشكل او باخر على العضلات في كتف محمد صلاح يعني. وبيوريك وفي اشاره لان محمد صلاح الى ان محمد صلاح جاهز جدا جدا للمواجهه المرتقبه امام ريال مدريد، الماتشين طبعا يوم 6 ويوم 13 ما بين الفرقتين. فاحنا اهو احنا جامدين قوي ما شاء الله علينا، محمد صلاح ربنا يحميه. راموس بقى اي حاجه كده او كده، لا هنعرف نتعامل، هنعرف نأدي مباراه كبيره ان شاء الله. رغم ان الواحد ممكن يكون بيشجع ريال مدريد، بس دايما الواحد بيبقى متعاطف مع ابن بلده محمد صلاح، ربنا يوفقه في المباراه دي يعني، ونتمنى ان هم كمان يفوزوا بالتشامبيونز ليج، لان هي البطوله الوحيده دلوقتي اللي بينافسوا عليها هذا الموسم بعد ابتعادهم بشكل تام عن المنافسه على بطوله الدوري الانجليزي. خلينا بقى نبتدي كمان الحديث بشكل مفصل اكتر بخصوص الترند العالمي، والحديث في كل الاعلام الاوروبي والعالمي تحديدا على المواجهه الخاصه بصلاح وسيرجيو راموس من خلال مباراتي ريال مدريد وبرشلونه. حساب الديلي ميل على تويتر وقال ان جماهير ليفربول تتوقع انتقام محمد صلاح نجم الفريق من الاسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد بعد ما اسفرت قرعه دور الثمانيه بدوري الابطال عن مواجهه الفرقتين. واحنا عارفين ان محمد صلاح طبعا كان خرج بشكل مبكر في النهائي بعد الصور اللي حضراتكم شايفينها دي واللي ادت لاصابه محمد صلاح، وكان قبل
كاس العالم في روسيا وكان مشاركة بعد غياب لمنتخب مصر. لكن زي ما قلت لحضراتكم لو صلاح فكر بالطريقة دي فهو اللي هيكون خسران. لا هو أكيد صلاح بيفكر بشكل احترافي جدا. دي مواجهة كانت في الماضي، انت لازم تركز في المواجهة اللي قدامك دلوقتي اللي تحت رجليك، ازاي تتخطاها وازاي تقدر تتغلب على فريق ليفربول او عفوا على فريق ريال مدريد، وازاي تقدر تفوز في المنافسة الفردية داخل الملعب على لاعب كبير بحجم سيرجيو راموس احد ابرز مدافعي العالم. خلينا كمان نروح لخبر اخر، وده من خلال حساب صان على تويتر واللي نشر تصريحات للبرازيلي روبرتو كارلوس، طبعا النجم الشهير والظهير الايسر العالمي والتاريخي لريال مدريد، واللي قال ان محمد صلاح لن يسعى للانتقام من سيرجيو راموس خلال المواجهات المرتقبه بين الفريقين في دوري ابطال اوروبا. اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي لقطات من القرعه امبارح ونتائجها طبعا كلنا عرفناها، مباريات قويه ومهمه. بورتو هيلعب تشيلسي، مواجهه كمان هتبقى غايه في القوه ما بين بايرن ميونخ وايضا باريس سان جيرمان، واعتقد هي دي اقوى مواجهه بجانب طبعا مواجهه ليفربول وريال مدريد، ايضا مواجهه قويه. بورشا دورتموند كمان هيلعب، فكروني يا جماعه بورشا دورتموند هيلعب مين من ضمن المباريات ايضا اللي هتكون مهمه؟ هيلعب مانشستر سيتي، مباراه ايضا قويه جدا، مواجهه مرتقبه ما بين اولاند وما بين فريق مانشستر سيتي ككل. اولاند هو النجم الابرز في بورشا دورتموند، والحديث بالمناسبه عليه كتير قوي سواء بقى رايح ريال مدريد او برشلونه، كلام كتير قوي بخصوصه، وناس تقول لك رغبته هنا وناس تقول لك رغبته هنا، وده اللي هنشوفه في الصيف اللي جاي وازاي دورتموند هيتعامل في الجزئيه دي تحديدا. لكن هالاند هو النجم الابرز في بورشا دورتموند. لما تيجي تبص على مانشستر سيتي في المواجهه دي هتلاقي كل الفرقه نجوم وكل الفرقه لعيبه مهمين جدا. مباراه ايضا هتكون مباراه قويه. هو دايما دور الثمانيه وربع النهائي من دوري ابطال اوروبا بيمتاز بالقوه والنديه والمتعه والاثاره، ده امر مؤكد. طيب خلينا كمان نروح لخبر اخر وهو بيتعلق بحساب الديلي ميل على تويتر، واللي بيقول ان لاعبي توتنهام يشعرون بالاستياء من تكتيكات جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق والتي لا تتواكب مع كره القدم الحديثه على حد تعبيرهم. انا على المستوى الشخصي انا بحب مورينيو، بشوف ان هو مدرب مميز ومختلف، ممكن مش عارف يواكب التطورات في كره القدم، او ممكن يكون هو مقتنع بفكر ما في دماغه، والفكر ده اللي ادى لفوزه بعدد كبير جدا من الالقاب مع مختلف الانديه في الماضي، لكن في الحاضر مش عارف لسه يحقق حاجه. مستواه وادارته الفنيه لفريق توتنهام متذبذبه بشكل كبير، في بعض المباريات نلاقيه بيحقق 3 و4 انتصارات ورا بعض، والبعض الاخر بنلاقي هزايم متتاليه بالنسبه لمورينيو. لكن هنا بيتكلموا في جزئيه وعلى حسب طبعا صحيفه الديلي ميل، بيقولوا انه اذا لم يتواجد الفريق في المراكز الاربعه في الدوري الانجليزي مع نهايه الموسم هيتم او هتتم اقاله جوزيه مورينيو. هيبقى امر طبيعي ساعتها، يعني انت مش هتتاهل لاي بطوله اوروبيه، فبالتالي خلاص مورينيو هنشوف واحد يقدر يحقق لنا الطموح، خصوصا ان توتنهام وصلوا لنهائي التشامبيونز ليج امام ليفربول وخسروه، فوصلوا يعني لاماكن بعيده. كان مدير الفني بوكيتينو طبعا المدير الفني الارجنتيني والمدير الفني الحالي لفريق باريس سان جيرمان، فخلاص هم عايزين يفضلوا في المنطقه دي بالنسبه لفريق توتنهام. لكن ايه اللي هيحصل هنشوف مع نهايه الموسم، لكن اعتقد هيبقى صعب جدا ان هم يقيلوا جوزيه مورينيو في الفتره الحاليه لان لسه المنافسات مستمره. لكن خلينا نروح لحساب جول على تويتر واللي بيقول بشكل رسمي ان رابطه الدوري الايطالي تختار كريستيانو رونالدو كافضل لاعب في دوري الايطالي عن الموسم المنصرم. ومين غير رونالدو هناك في ايطاليا هيكون افضل لاعب؟ يعني رونالدو احد ابرز اللاعبين في تاريخ كره القدم بشكل عام، لاعب ارقامه عظيمه، لاعب جاب 700 وشويه جون في تاريخه، يعني ارقام غريبه وبيكسر في الارقام. ماشي الراجل هو هدفه انه يكسر في الارقام. بالمناسبه الحديث عن رونالدو هيفضل مستمر خلال الفتره اللي جايه بخصوص مدى امكانيه عودته لريال مدريد خلال الموسم الجديد، واللي خلى كمان الاحتماليه تكون كبيره ان زيدان ما نفاش الاهتمام بعوده كريستيانو رونالدو. زين الدين زيدان طبعا مدير فني لريال مدريد، وقرار رحيل رونالدو اصلا كان قرار في الحقيقه خاطئ، كان لازم رونالدو يكمل في كل الاحوال، لكن هي دي كره القدم. طيب خلينا كمان نروح لحساب جول على تويتر واللي بيقول ان تصريحات لوكيل البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان اشارت الى ان نيمار سيلعب الموسم المقبل بجوار مين بقى؟ بجوار ميسي. طب هنا السؤال، هيلعب جنب ميسي فين؟ في باريس سان جيرمان، يعني ميسي هو اللي يروح باريس سان جيرمان ولا امبابي او عفوا نيمار هو اللي يروح برشلونه؟ الراجل بياكد ان نيمار هيرجع برشلونه
وخصوصا مع تواجد خوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة، فبالتالي الفرص بتزيد بالنسبة لنيمار ان هو يعود. ونيمار احنا عارفين رغبته بالتحديد الموسم الماضي ان هو كان حابب انه يرجع عشان يكون متواجد مع فريق برشلونة. برضو هنتابع ونشوف ايه اللي ممكن يحصل في الجزئية دي تحديدا. خلينا كمان نكمل الأخبار العالمية ونروح ل طبعا حساب سي ان ان، او عفوا حساب اي بي ال وورد على تويتر، واللي بيقول ان باريس سان جيرمان سيعرضون على كيليان امبابي راتب سنوي يقدر بكام بقى؟ ب 25 مليون باوند لاقناعه بالتجديد عقده مع الفريق. احنا عارفين فيه اهتمام كبير طبعا طبعا يعني من ريال مدريد بامبابي، وفي اهتمام من ليفربول بنفس اللاعب، واكيد برشلونه اعتقد هيفكروا في امبابي يعني. لكن هنا اللي بيشتغل عليه فريق باريس سان جيرمان وملاك النادي ان هم يعملوا ايه؟ يدوا راتب كبير قوي لمبابي يغريه انه يفضل موجود، ويصعب الماموريه على اي نادي يرغب في التعاقد مع اللاعب ان هو يديله نفس الراتب المعروض من باريس سان جيرمان، فبالتالي يبقى عندهم الفرص اعلى في الحفاظ على كيليان امبابي احد ابرز لاعبي العالم بكل تاكيد خلال الفتره الحاليه. خلينا نروح للخبر الاخير كمان في الترند العالمي، وهو بيتعلق بحساب سي ان ان على تويتر، واللي بيقول ان اللجنه المنظمه للالعاب الاولمبيه طوكيو 2020 قررت رسميا عدم السماح للجماهير بدخول اليابان لحضور الاولمبياد، وده امر طبعا تم الاعلان عنه بشكل رسمي. وكمان كل اللجان اللي بتتعلق بهذا الحدث الكبير هتكون مكونه من عناصر يابانيه فقط. متعودين دايما ان الاولمبياد دايما بيكون في شباب متطوعين من مختلف انحاء العالم، لكن بسبب الظروف الحاليه وبسبب كورونا فهيتم الاعتماد على طبعا المتطوعين من داخل اليابان فقط. دي كانت بعض الاخبار العالميه. سريعا بقى خليني اخد تفاعل حضراتكم معانا على سؤال الحلقه، وهو في رايكم كمين اللاعب اللي يستحق الانضمام لمنتخب مصر في المعسكر اللي هتبتدي بكره؟ محمد لبيب قال لك عبد المنصف واحمد سمير، ماشي. محمود حسن قال حسين الشحات، تمام. كمان احمد قال اللي يستحق الانضمام للمنتخب عمرو جمال ورامي صبري مدافع انبي. كمان عمرو السايح قال رامي صبري لاعب انبي. خلينا كمان نروح لاحمد مصطفى قال محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجله، سيد سالم لاعب الاتحاد السكندري، واتمنى من الجهاز الفني المنتخب الوطني الظهور في دوري الدرجه الثانيه، في مواهب كتير جدا ان هم يتابعوا طبعا دوري الدرجه الثانيه، ممكن يفكر في الجزئيه دي، ومفروض ان هي اصلا تكون موجوده بالنسبه لعناصر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الاول، اللي بنتمنى لهم كل التوفيق في كل الاحوال. دي كانت تفاعلات حضراتكم، ودي كمان كانت حلقتنا من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج. استنونا، الى اللقاء.